احمد ابو جبل مع المغير 4 تمر 2015 من الفئه الاولى داخل البوابه جميعا. اذا انطلقت الخيول على بركه الله تعالى في الدفاع قويه ومثيره ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الشهيد الان ياخذ موقع مناسب للانقضاض، تنافس مع المغير ما شاء الله وحرب الثلاث، انطلاقه متاخره بعض الشهيد الزعيم الصخره ما شاء الله تبارك الله بزو مع الشهيد يتقدم ويتسيد هذه الكوكبه، لكن التركض والحذر شديدين بين الخيال والمتنافسين في هذا الشوط على المنعطف الثاني، الشهيد ما زال في صداره هذا الشوط، احمد ابو جبل على صوت المغير الان ما زال يحافظ على المركز الثاني ومحاولة التقدم الآن مع يوسف عبيد مع حرب الثلاث. شوف التنافس ما شاء الله تبارك الله، حرب الثلاث الآن ما شاء الله تبارك الله، أحمد الجبل مع المغير زعيم الصخرة الآن يتقدم، لكن الشهيد ما زال في صدارة هذا الشوط للملك أبو عاطف خالد حلاس. الشهيد تبارك الرحمن مع بزو يتقدم بكل خطى ثابتة تبارك الرحمن. شوفوا الاندفاع الصاروخية لهذا المهر طيب الذكر ما شاء الله تبارك الله، الشهيد اسما على مسمى بطلا لشوط 2016 الفئة الأولى.